شوف 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 لي حل شوف لي حل شوف 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 لي حل شوف لي حل شوف 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 لي حل شوف لي حل شوف 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 لي حل سيدي. اول مره تكلمت مع ابوك بكل صراحه كان عمرك 17 سنه مش هكا؟ ايوه ولا معناتها في تمك المراهقه. ايه مشيت له طول وقلت له حقيقته في وجهه. يا اخي وجهه تقلب كحرلي وقال لي هذاك كفويا معاك قد ما قريت قد ما وكلت قد ما لبست قد ما قد ما. اسمع سي الشباب كان ما عجبكش احنك الباب شيء. قد ما حاولت باش نتراجع في الكلام اللي قلته ما نجمتش. بون كنت تحكي لي سيدي على اول علاقه عاطفيه عملتها. اول علاقه ماني عرفت وحده عجبتني هكا وحبيت ندخل معها في السيريو ونبني عش الزوجيه وندخل القفص الذهبي. ابا مغروم بالعصافره تكرك زاده دكتور. شنو دخل هذا في هذا؟ لا مدخل هذا في هذا. شو احنا توا قاعدين نحاولوا نشخصوا في الحكايه. فهمتك. لا لا مش بالضرورة. الحكاية جات بطبيعتها. يا أخي نهار قلتها لها في وجهها قلت لها اسمع يا بنت الناس صحيح أنت راك خليقة وراس أما راك عجبتني على أخلاقك وزيد مخك نظيف. أيوة قلت لها الكلام هذايا في وجهها. هي ما هو ذاك اللي نفكر فيه وقتها. يا أخي وليت قلته لها في وجهها. إي بربي قل لي شكاين رد فعل نتاعها بعد ما قلت لها الكلام الحلو هذايا في وجهها؟ لا هي وقتها نورمال. اما اخوها كان عنده رد فعل احرش شويه. اي فهمتك. اما لا علينا. واصحابك اش كانت العلاقه بينك وبينهم؟ ما كانش عندي اصحاب دكتور. من علاش جيتك انا اللي نقول له على حقيقته في وجهه ما عادش يقعد صاحبي؟ فما كان الوحيد عامل عجمي الحجام اللي محسوب تنجم تقول اصحاب. أيوة. هذاك نمشي نبنك بحذاه في الحانوت ونقعد نهره هكايا. ايوه ما ترقاه عمك العجمي الحجام هذا راجل كبير هذا وفي السيب كونسيون تاعك انت في اللاوعي يعوض لك بوك اللي صارت القطيعه بينك وبينه. عامل العجمي الوحيد اللي يسمعني وعمره ما يتغشش مني. ايوه حسب رايك علاش هو في الحقيقه ما يسمعش مليح؟ تقول لي اطرش قولها لي بصراحه. تعرف انت سيدي مشكلتك شنية؟ مشكلتك ما تعرفش تكذب. ومكثر الناس يزمك تعرفوا مليح مكثر الناس ما يحبوش يسمعوا الحقيقه خاصه الحقيقه اللي تخصهم هما. انت مش ما نعرفش دكتور ما نجمش نكذب حاجه اقوى مني. شكون قال اللي الحقيقه متاعك هذه هي الحقيقه الصحيحه؟ اش معناتها؟ معناتها انا قاعد نكذب على روحي وعلى خلق ربي؟ ايوه هانا توا بدينا نشدوا القيت اللي باش يوصلنا. يا اخي الدكتور انا توا ولات عندي مشكله اخرى. لا يزال اللي عارضني نقول له على حقيقته في وجهه وزيد مانيش سور اللي هذيك الحقيقه. لا حبيبتي يا بابا يا حبي لا حبيبتي عزه صباح الخير عزه. صباح الخير اسبوعي. شو مخبي وراك؟ لا تي ورقه جواب باش نبعثو. باش تبعث جواب للشيري نتاعك. نجم نشوفو مادام لحيت عليا. يعطيك الصحة قديت تتذكر. قل لي
الشيرين بتاعك تحبوا الجو هذا؟ يمرني خاطرني انا كان واحد يبعث لي جواب في قلب كيف ما هكا نموت عليه بالضحك. ما كنتش سبع سوالات طلقتوني تعملت عليه جو. ها سلام سلام. تفضل. سامحوني بربي اللوج على دار جنات العراف. اي تفضل اقعد انا نخدم معاها نمشي نشوف المراه خرجتش. تفضل. يمشي ها تحرك ادخل. قاعدة غادي ايش هنا بحذايا ايش اخويا ما هو لباس انت؟ لا لا لباس. مش قلت القعد ساكتة هوك الرجل تقلب بس. بسلامة اخويا. هاي تفضل. ايش بيت حتى فما شيء ويتعدى كيكا. مازلت قاعدة تمشي المرأة تستنى فين؟ تحرك. سامحنا خويا. شنو؟ سجلتي خويا وزنك. وزني؟ وزن شبيها وزني؟ لا بكلمك في وزنك. علاش كلم فيه في وزنه؟ ما نقولها له طول في وجهه. تو هكا توا مش تبعت عليك 200 ألف مرة ما عادش تهجم عليا في طبق الكونسلتاسيون. سيدي خويا شنو ها؟ شنو؟ تو هذه حكاية تحكيها لي؟ هذه حكاية تحكيها لي؟ اسمع أنت يلزمني نعدي عليك ها؟ يظهر لي رواشك نتاعك ماهمش معدلين. اخرج عليا. اخرج. ربي سامحني في الازعاج ويكون احنا سيدي. اوه برافو دكتور صار انت هكا قلت له طول في وجهه. ايه باوي ايه كمان. تفضل خويا مرحبا بيك. تفضل تفضل اقعد ارتاح. تفضل عندك كل خير. ها تحب نشوف لك بالكارتة ولا بالفنجان؟ أنا في الأصل ما نحبش نشوف. أنا ما عندي مشكل ونحبك تلقى لي حد. هي إحنا علاش باش نشوفه بالكارتة ولا بالفنجان؟ ما هو باش نلقاو لك حل لمشكلتك. فهمتنيش. أنا عندي مشكل في حياتي الخاصة. عندي خطيبة وعدتها بالعرس. ظهرت ياسر لاصقة فيا، فين نمشي تتبعني. نحب نتخلص منها. تخلص منها إيش معناه؟ معناه من غير ما تقول لها؟ يرحم بوك هيك فهمت. اما وشوش لي كيفاش في وضني؟ وشوش لك في وضنك كيفاش قا؟ مش ما تسمعنيش. تسمعنيش؟ شبيه هي؟ جيت معاك؟ ويني؟ صالة البرانية؟ ملا ويني؟ ما عزة؟ عزة؟ نعم نانا شفما. جيب الكانون وهات البخور وخلي الباب محلول. اش صار؟ اعمل اللي قلت لك. خويا خويا انت شكون اللي دبر عليك باش تجيني؟ خاطري يظهر لي حكايتك ماهيش من اختصاصي انا. بالك شي جاي للطبيب النفساني اللي بحذانا. لا يا مانيش غلط. انا في الحقيقه امي هي اللي دبرت عليا. حتى هي ما هيش عجبتها. قالت لي عليك بجنات العرافة يديها تجمد الماء. وحتى من ولاد بسم الله يخافوا يروحوا منها. ولاد بسم الله يخافوا مني؟ يا غلطي يا غلطي. عزة بنتي عزة بنتي حط القانون بيناتنا وقعد حذايا من وميمتك. بسم الله بسم الله المانع الستار. بسم الله المانع الستار. بسم الله المانع الستار. يا نانا لاباس البخور باش توفيه وبعد قولينا نبذر فيه. اسمع اسمع
السيد قال لك اللي خطيبته بحبينا وقاعده غادي فيك الدركينه هذيك. ما تقوليش السيد معرس بب يوصيب يوصيب بركة هي وجيبه شحب عندك حب يفسد تعرفش قالك قالك ولد بسم الله يخافوا مني هي يعني أنا وياك ملعوطين بصباع عندهم. يا ناري يا نانا وكان تسمع هي باش تسكت لنا ما هي باش تنتقم منا. اسمع نانا أنا خاطيني يجي يجي هون يقعد ترس لازمنا نلقاو حل. في سهراي بدات تشك تشك قالك بدات تشك يا نانا. بسم الله المانع الستر دقايق وهنا جايين. امشي فيزا اسمع فيزا فيزا لك الوليده كسسهم هنا وليد اسبوعي شكون يعرف يبدا معنا راجل خير راجل تهذيك خويف اكثر مني ومنك. انا مانيش خايفه أما شكون يعرف يطلعش الراجل عنده مشكلة في مخه. لي عاد هكيكا مليون ونعيط وستة سليمين خير هو طبيب نفساني وفي الأمور هذيا يفهم خير منك. خير مني يظهر لك شخليه كليونات وبتاع جمعة نعملهم أنا في صبحية مالا. بربي سامحوني هالخطيبة تصل على دويري محصورة بربي تنجموش توريو هالها. شنو الكراكوز اللي تعمل فيه هذا؟ شنو اخويا؟ ما يطلعش عليك الشيء هذا وانت كاتب نتاع طبيب. توا هكا توا؟ حتى لي المرضى يلاحظونا. سامحني دكتور، الكل منك، على خاطرك انت ما عندكش شخصية قوية باش الكاتب نتاعك يحترم خدمته. اسمع انت يا سيد راه، مش هكا واحد يحكي مع الطبيب نتاعو، يعجبك سيدي خويا، هذا شو يقول فيك؟ ما عندكش شخصية راه. اي ميسالش ميسالش، عنده الحق. أنا ما عنديش شخصية. شنو؟ سامحني يا دكتور. حبيت نعرف وقتاش الرونديفو الجاي نتاعي. توا ما نجمش نقول لك حتى نشوف لاجندام نتاعي وتوا نكلموك. تكلموني الجمعه هذه؟ تحب نقول لك الحقيقه في وجهك بتاتر. برافو هاو الكلام اللي نحب نسمعه. اتفقنا في الامان في الامان. سليمان سامحني اسبوعي نانا حاجتها بيك. فاش قال حاجتها بيك؟ ما يزيش توا قسمه معايا الصاله وتحب تاخذ لي السكرتير نتاعي؟ لا 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 ليه سي سليمان عندنا كليون غريب شويه نحبوا اسبوعي يجي ونسنا. ابون باه ما يسالش اما ما تبطاش. قوم قوم تحرك. هيا تحرك يا اسبوعي ادخل ادخل. عاش بيا قد جات جنات. اي انت ماكش براني شوف انت ماك مستانس بالبنات. لا لا اي 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 وديما تفسد. نفسد انا علاش؟ عاد ناديت لك باش تلقى لنا حل. هذا يفسد. ايه فسدت وعليش ما فسدتش انا شبيك راني فسدت ثلاث مرات وما طور ولقيت اللي تساعدني وتهنيني. دي جنات وين توا الخطيبه خلينا نحكي معاها. هيك وين 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 لهنا ما فما حد في الدويريا توا ما فهمت الراجل قلت لك ماهوش نورمال هذاك علاش عيطني لك قلت قعد حزين على ميواتي شو اللي تحب كلك على الفلوس انا ما عنديش. تيلي بابا مادامك متفازي حبيتك تفاصل لي درس نتاع سيونس ناتوريل. سيونس ناتوريل هي خطيبته. باهي سيدي
وين المشكلة؟ مشات للدويرية. دويرية؟ أما ما يش في الدويرة، هو يشوفها وهم ما شافوهاش. تيكي بقبيني قاعدة وحدي في الصالة، قال لها تفضل اقعد، وأنا ما شفتهاش. أما بعد زيد خويا كي قعدت على الكرسي حسيت بها. شبيك طونطون؟ يا شنو الحكاية؟ تحكي بجد هكا؟ ما أنا مسالش نلعب أنا. ما تقوليش أنا معاها هوني، وأنت ما قلتليش. يعني قلت لك ما صدقتنيش. باهي سيدي. كي قدر ربي، أتو نشوف الحكاية بيدي. ما تحركش انت من هنا يجيش باسيون وانت هاني راجع يا باجي الله يعينك اهلا بالدكتور شنو هو فصعت من الخدمه وجاي تعمل بحذايا قهوه اي اعمل هالنشفه هذه لا لا عايشك عايشك لا جيست حبيتك تجي معايا المدام جنات قال لك فما واحد عامل لها مشكله ولا شنو تستاهل حتى هي عامله فينا شر الشعب خلي نذوق شويه من الشيء اللي ذوقنا فيه كل الشهر يا راجل انا على الشيطان دي ما هي الا جارتنا ايش اقول انا تستعملي في الصاله بتاعي وماكلها في عظامي وسكت صح عليها على خاطرك اما من الباب راه سي سليمان تفضل تفضل ها اشتم مو لاباس شم جايبك فاش قام التعب في روحك ابو صار ما ثماش مشكلة؟ باهي نرجع للكابينيه نتاعي. سي سليمان سامحني دقيق. نقدم لك زميلي. شنو هو؟ شوف هو سبيسياليست في المشاكل كيف المشكلة نتاعك. شبيك من بكري تجيب لي فيهم الواحد بعد الواحد؟ عندك مشكلة معايا؟ لا لا يا سيد أنا ويا هذيك ما بيناتناش مشاكل. شركة في كل شيء. أبدا من الصالة. سي سليمان دقيق. وي تربيا تربيا باه يا سيدي ما لا تعرفش كيفاش الناس كل برا سامحونا نقعدوا احنا ثلاثه برك يا مدام احنا ثلاثه برك قلت نقصد انا والسيد وخطيبته هاي تفضل سامحنا سكر الباب وراك يا مدام باه باه انا خرجت هيا هيا هاو رجال ولا لوح هذاك المنطق اللي ينفع معاهم سامحني ما فهمتكش نقصد يلزم الواحد يعرف كيفاش يحكي مع النساء سينو ياخذوا عليه الهف ايوا وانتي خذاو عليك الهف نحسهم خذاو عليا الهف نبطل ونعطي على سقي ايوا صحيت ملا علاش ما عطيتش على سقيك مع خطيبتك هذه ما نعرفش المره هذه كبش حفظتني وعبدتني وكرهتني في روحي حرت ما عرفتش نعمل سير بيجي نجم تمشي خليت حنوتك وحده ورا بالله بالله هذيك فويا مفجوع عليك وجاي نحامي عليك ايه تستاهل يا بيجي تستاهل واه ريتني نخاف انا الكليونات اللي تعداوا عليا قدش على الراس ايوا مش قال شنو قال دراسكون في الدويريا باش يحرك لي شعره يا عزه تيجي مغسل الماء ماني قلت لك مش كل مره نقعدوا نجبدوا الشاس بربي على هنا شاس تحكي يا نانا انا كنت في الكوجينه راه واه اي ملا في لمات سي بيجي متغشش عاد ليه ليه انا مش متغشش اما الحانوت وحده بيجي بيجي اش بيك انت تحب بيجي اش عملتوا معاها مسيت في الدويرية شكون الجناية ليه جبت التشاز وخرجت سامحني شبيه اسم الله كاين وراء عبيثة الخطيبة اللي تحكي عليها هذه ما هي موجودة إلا في المخيلة متاعك أنت تخيلتها وحدك وحدك بعد ما صارت لك خيبة أمل مع خطيبتك الأولى أنت هكا تخيلت خطيبة مثالية وبعد بشوية بشوية بديت تكتشف اللي هي زادة ما هيش كما تتمناها واللي هذا رجع فيقتك في النساء لربما يجي نهار تتحوس في الشارع وتعرضك المرأة اللي تعجبك تنجم تسعدك وتأنيك تعرف خويا كي نعطوني على عرافة قالوا لي راهي ضربة ضربة في الأصل يحكيوا عليك أنت شو يحكيوا علي أنا إيه هي ممكن معروفة أنت العراف الصحيح أنا عراف إيش أقول لك أنا ظهرت سبيسياليست في الدهميك
وتدخيل خشمي في امور ما تهمنيش. الحصيل ويعطيك الصحه، تو نحس كانه حاجه رزينه تنحت من فوق كتافي. بالله مالا قول لي، الخطيبه نتاعك هذيا مشات على روحها؟ ايه مشات من بكري. تبعتك السيد سمين اللي كان قاعد في الصال، ظهر لي عجبها، مسيكنا ربي معاه. خويا قداش يلزمك؟ لا لا حتى شيء يا راجل، يلزم اللعب تاعك. لا يلزمني نخلصك. ابريتو نعمل كونسلتاسيون 30 دينار. عالسجاد عزوزتي يا عزوزتي يا بنينة، وحدك وحدك يا عزوزتي. حس حس كنت بحث أمي؟ أي جبت من عندها شوية زهر، نانا باقي متقلقة من الفجعة متاع الراجل. حتى انتم جد عليكم الحكاية كما هذه؟ كيف اللي انت ما جددتش عليك الحكاية؟ اش خليك عطيت على ساقيك وخليتنا وحدنا؟ سي عطفك علينا من حكاية أمي سيسي. حتى أنا حبيت أقول لك مرسي على السيديو والوردة راني لقيتها. زيد معاك عزوزتي بفضلك وربي طيح بيك من يهنيك. يلعبت لله وهي على الفزة كدو. حس أنا نستنى في المرسي بتاعك. أنا مش سكرين يا نانا. هاو جبت لك الزهر، اشرب شويه وتتفرح. ما عينيش. انت علاش ما تقوليش الحكايه بزيت مقلقتك؟ قلقتني وسكت؟ شو معناها؟ شو معناها سليمان يخذ لك ليونيتي ويزيد يخلص من فوق؟ ليه عاد نانا؟ الراجل ما فكلنا حد، احنا اللي عيطنا له، وبعد هذا ودونه ما قصرش، داوى الراجل ورجع له شهيد العقل. نعم لله داويه. هذاك وكان مش انا، راه الراجل توا يدور ويدادي بلله الخطيبه نتاعو. اما خطيبه يا نانا، مش عم سليمان قال لي الحكايه ما فماش منها، واللي الراجل كان يستخايل. يستخايل يظهر لك والشاس شكون جبدها؟ انا سليمان ما صدقوش. منى ما تقوليش الحكايه فما منها، واللي الخطيبه مازلت معانا. يا نانا زيد شنو وركحت يزي الليله ما فميش نو باش نبيت عينيا محلولين هكا، والضو يلزم يقعديش الا الصباح. وينه ما نرقد وما نطمئ الا ما نرد الفازيته لسليمان، كل اللي مازال وكل اللي بقالو يلقى حل لكليوناتي. انت وينك انت؟ ها بربي قولي وين مشيت؟ مش قلت لك ما عادش تخرج وقت العشاء؟ تيواه بابا هبطت دقيقة على سلوى بنت جيراننا نتاع الغيت شوسي. سالي سالي مرحبا. شنو عشان راني باش نموت بالشر هكا ما استنيتونيش؟ والله كان شفت احنا قداش باش نموتوا بالشر. وانت كان روحت بكري مش خيرة؟ انت منين روح بكري؟ مازلنا كي كملنا الدرس. اش قلي ثم مكاتب يقعدوا محلولين لعقبات الليالي؟ ثم واسمهم دي كور دو سوار. شو اسمهم؟ كور دو سوار ميامي، معناها دروس مسائيه للكبار. ها هذه نسمعوا بها حتى ريناها بعد ما شاب داوه الكتاب. حق سيدي خويا ثم كلمني واحد على رونديفو كي لقيت غدوه معنا حتى حق وليت عدد الصباح. اشكون هو السيد هذا؟ شوك يزول لي جاه يوم الصباح وقبل برا قال لي باش نجي ونقول للدكتور حاجه. قلت له يا ربي صنزك. اي قال حاجه يقول لك حقيقتك في وجهك. هذا ايش قال لك؟ تجي غدوه الصباح صرفه من غادي لغادي، ما نحبش نشوفه توا، اعطيه رونديفو الجمعه الجايه.
انا والله مانيش فهمتك. من شيره تتشكى من قله الكليونات ومن شيره اخرى ما تحبش تقبلها. il faut dresser savoir ce que tu veux là. اش قالت؟ لا حتى شيء ما قالت. تريتري بيان على خير. باهي باهي تقطعوا شهيه الماكله على بوكم. شبيك قلت بوكم وكي تقصد ماما والراجلكم. خوكوني؟ لا خالت جنات لا مازال ما جاش وذولي مش في جيرو عادوا سيمينار. احسن حاشبي بحاجة؟ انا نستنى يجيش كليون ليا انا متقلق انت؟ لا انا وراه وربي راه. خاتي جيت على شكون تحكي انت؟ سامع دكتور جاي دكتور؟ لا مازال ما جاش اما راه اليوم عنده سيمينار راه ما ظهر لي كان يجي. خويا الدكتور وصاني باش نقول لك حويجه. شكونك انت؟ انا محسوب زميلته كي غيب هو نعوضه. واش قال لك باش تقولي؟ تفضل معايا تو نحكي. وتفضل تفضل. وين على خير؟ تبعني للكابيني بتاعي. صباح الخير يا امي. صباح الخير يا بابا. صباح الخير. اش احوالك؟ الحمد لله. رقدت مليح؟ وخبرت بالنوم. صح عليك. شنو هذا اللطف؟ شنو هي اللقزه هذه؟ ريتي وليدي انا بدي زوغ بتني الصباح. هذيك يا سيدي جابتها مرتك البارح في كارزونا وقالت لك دروسها في الدار. قلتي هي عملتها؟ هي عملتها وسكت. اذا كان هذم هما الدروس الفلسات تحسبهم تلوحوا من الشباك. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير مدام الابيض. اش بيكم؟ شبينا؟ لا حد شيء؟ احنا لا لا ليه انا وسليمان كنا نتكلم على التحفه اللي جبتها البارح. على سانسواغ. اش قاولكم؟ شو اسمها هي؟ سانسواغ مبخره معناها. شوف شفت من هنا منا نحطوا البخور والدخله هذه صغيره نحطوا فيها شمعه وقت اللي نشعلوها تخرج الريحه الفاوحه من القبه ذوما. بربي قل لي يا زينب توا انت الشمع من غير مبخره ما بعتوش بعليك باش تبيعوا وسط هالتريك هذا. هذي تسميه تريك؟ انت ماني نعرفك حتى شيء ما يعجبك خاصه انك تبدا حاجه انا عملتها. انا عمريش تكلمت انا عمريش دخلت في الامور بتاع الحانوت بتاعك حتى كي حبيت تعمل ديكور دي سوار ما قلت حتى شيء. صحيح اما من بعد لازم تطيح لي الدمار في الركاب وتكرهني في الحاجه. شو يا زينب؟ يا زينب حلواشي هذه؟ شو عندي قلت لها انا زادة؟ تشبيه منقوره هي المراه هذه. سيدي خويا اكر رونديفو نتاع اليوم بطل. شو بطل؟ بطل ضربه واحده؟ لا ما نعرفش عاد استنى يخرج من عند خالتك جنات نقول لك. وش مش هيعمل عند خالتك جنات؟ لا هي جات هزته بحذاها من الصباح. ابو؟ سي تري تري غراف صح. ولينا نفكر المرضى؟ اتو نمشي نوريك فيها. عيشة لهنا عيشة اشرب قهوتك عيشة. يا تخدش من قهوة ما نخديت القهوة اللي جبتها لك العادة الصباح. هنا جبت لك قهوة. هذي عزة لازم طيبتها قوي سعدها محنها هالبنية. نانا الداخل مع كليون. كليون الباسيون بتاعي هذاك. اسمع ونزيد نقولها لك في وجهك السحر والكارتة ونشوف لك ونفك عليك التابعة الكل حكاية أفرخ من الفارة هكا. ما تعرفنيش اش نجم نعمل أنا ما تعرفنيش انت. تراه وريني للا باش تسحرني وتردني نتكلم بالمقلوب ولا باش تعمل لي طلابس نوالي البهلول. ابعد عليا انت. وحش بيه الراجل. اسمع يا سيد ما نسمح لكش باش تدزني من العبيد
خاصة يا غيش فما يا حد شي دينانا تعاركت هي وكليون خريط ما وعزة على قد ما احنا نحبوا بعض على قد بالناس روني ما يتعاركوا سبحان ربي وانتي سبحان ربي يا سسمك قديش تحلم برشا في خزوزتي انا نحلم ماني فايق بيك باش تقول طفي الضوء مش فايق بيا زاد ان شاء الله خير بيتي اللي نظمتي لي البارح والقهوة لقيت عند راسي الصباح اما عزوزتي مرة جاية زيدني زوز طابع سكر نحبها كي تبدا حلوة بزايد هكاك تبدل لي ما تعمل ضدي فيس يا ولدي انا قهوة وانا بيت اش بيك تهز وتنفض عليا على الصباح انا ما حطيتش ثقة في بيتك وين نقول عطيني 5000 زعما علاش تو فهمت ليكي ماشي من شكون تطلعشي الا شوف لي حل